النقوش والكتابات الصخرية تعتبر يعني واحدة من أهم الموارد الثقافية المساعدة كثيرا في عملية التاريخ. هنا نحن في البحرين لدينا العديد من النقوش والكتابات العربية المحفورة على كتل صخرية توجد على القبور تعرف بشواهد القبور الإسلامية. هذه موجودة في مناطق البحرين المختلفة. تعتبر هذه الشواهد بالنسبة لنا في البحرين مهمة جدا في عملية التاريخ، فقد ساعدتنا كثيرا في التعرف على أسماء شخصيات كانت موجودة في تاريخ البحرين، أسماء مناطق وقرى ومزارع، وأيضا مناطق موجودة حتى في البحر، وأعطتنا فكرة عن الأسلوب الأدبي والفني في الشعر الذي كان منتشرا في تلك الفترة. وأنا أتحدث هنا عن فترة يصل في عمرها إلى ما يقارب أو ما يزيد على 900 عام. هذا النوع من شواهد القبور موجودة في مناطق مختلفة من البحرين، وقد تم نقشها بجودة عالية، فكان من يساهم في إنتاجها هم يعتبرون من الفنانين. يبدأ أولا بعملية كتابة الكتابات، ثم يأتي شخص آخر لينقش ما تم كتابته مسبقاً.